السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الحاسب الآلي محافظة سوهاج العام الدراسي 2024 الترم الأول. يلا بينا. هنا السؤال الأول بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. لغة البرمجة فيجوال بيزك دوت نت إحدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي، طبعا صح، لأن لغات المستوى العالي تكتب بحروف إنجليزية ولغة الفيجوال بيزك تكتب بحروف إيه؟ إنجليزية. السؤال الثاني بيقول لي حل المشكلة problem solving عبارة عن الخطوات والأنشطة والعمليات التي ينبغي القيام بها للوصول إلى الهدف أو الناتج. إجابة صحيحة. تستخدم الخاصية name في إظهار نص معين في شريط عنوان النافذة، طبعا غلط. النيم تستخدم داخل كود البرمجة، أما لإظهار النص ديت الخاصية text. اختبار صحة البرنامج هي أول مراحل حل المشكلة، طبعا غلط. تحديد المشكلة هي أول مراحل الحل، أما اختبار دي رابع مراحل. يمكن تغيير حجم أداة الليبل أو العنوان يدويا إذا كانت الأوتو سايز بتساوي ترو، طبعا هنا خطأ، لأن إذا كانت ترو فهتتغير تلقائي، أما يدويا ديت يبقى القيمة المفروض تكون إيه؟ فولس. تمام. طيب السؤال اللي بعده، الخاصية ويندو ستيت يظهر أثر ضبطها لنافذة النموذج في نمط التشغيل فقط، طبعا ديت صح. السؤال اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة. النقر كليك على الزر، أي نقر أو ضغط يعتبر إيه؟ إيفنت أو حدث. الخاصية المسؤولة عن شكل وحجم وتأثيرات خط، خط يبقى على طول إيه؟ فونت. مجموعة الصفات التي يتصف بها الكائن، على طول صفات يبقى بروبرتيز أو الخصائص. نقط، هو إجراء يستدعى عند وقوع الحدث المرتبط ده تقريبا في كل الامتحانات، معالج الحدث أو الإيفنت هانتر. المكتبات والمترجمات وبيئة التشغيل والتطبيقات من أهم العناصر المكونة إطار عمل الدوت نت فريم ورك. إطار عمل الدوت نت فريم ورك تشترك الأداة ليست بوكس والأداة كومبو بوكس في الخاصية ايتمز العناصر. السؤال اللي بعده، اكتب المصطلح العلمي أحد مكونات شاشة الـ IDE ويحتوي على أدوات التحكم التي يتم وضعها على نموذج، طبعا ديت التول بوكس او صندوق الادوات، تكتب عربي انجليزي زي ما انت عاوز، صندوق الادوات او التول بوكس. مكان كتابه الاوامر والتعليمات في لغه الفيجوال بيزك دوت نت، المكان ده بنسميه نافذه الكود او كود ويندو، برضو تكتب اللي انت عاوزه، يبقى ممكن نكتب نافذه الكود او الكود ويندو. اخر مراحل حل المشكله طبعا دي توثيق البرنامج، توثيق البرنامج أداة تستخدم في احتواء أدوات التحكم ذات الوظيفة الواحدة على النموذج، دي طبعا الجروب بوكس، جروب بوكس أو صندوق المجموعة. تمام، صندوق الأدوات، نافذة الكود، التوثيق، الجروب. السؤال اللي بعده، هنا مديني خريطة تدفق بيقول لي اكتب الرقم أمام كل أمر بالجدول والذي يحدد مكان الصحيح في الخريطة وذلك للحصول على درجة الحرارة ثم طلعت أكبر من صفر أو أقل من صفر أو تساوي صفر. تمام، هنا مديني أدي رقم واحد، هو رقم واحد هنا ده رمز متوازي يبقى أمر إدخال، يبقى هنا عندي أوامر الإدخال إنتر إنبوت ريد جيت، يبقى هنا عندي دولي أه أدي هنا جيت أيت، أدي هنا رقم واحد، أدي رقم واحد. طيب رقم اتنين، هنا هل الدي درجة حرارة بتساوي صفر؟ قال لي يس، يبقى بتساوي. طب نو، يبقى اكيد دي اكبر يا اقل، هنا مديني دي اكبر من زيرو، يبقى ديت الثانيه الديزيجن او اتخاذ القرار الثاني. لازم اتخاذ القرار اللي هو شكل معين لازم يكون في شرط، هنا يساوي، هنا اكبر اقل، كلام من. طيب اذا كانت هنا الديزيجن، اذا كانت يس فبقول لي هنا اكبر، طب لو نو يبقى اقل، يبقى هنا هي برنت لو زيرو او اقل من الصفر، يبقى هنا ثلاثه. خلاص اخر حاجه بدانا بالستارت هننهي بانت طبعا، يبقى دي رقم اربعه بس كده. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنسوش علينا بالاعجاب، اشتراك معانا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد، ما تنساش موجود على القناه شرح كامل للترم الاول والترم الثاني وامتحانات محافظات الترم الاول والترم الثاني ومراجعات الترم الاول والترم الثاني. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا شباب. سلام عليكم.